صباح الخير يا صبايا ويا الشباب، نحاول نكمل اللي بدينا بالمحاضرات السابقة. راح نطلع على الميكانيزمز الموجودة أمامي. بنلاحظ إنه في عندي هذا المركب اللي هو أروماتيك رينج، مربوطة جي فيها بالموقع عبارة لهذه المجموعة إن دبل بوند إن مزدوج إلكتروني، قصدي سي اتش 3 إن أو 2. هذا المركب عبارة عن حلقة بنزين جي، بغض النظر ايش الجي، نيتروجين عامله رابطين فيها مزدوج الكتروني سي اتش 3 ان او 2. بحاله وجود الاسيد اتش بلس بتحول لسولت، المزدوج الالكتروني بيهاجم على الاتش بلس بيعطينا ان اتش ان او 2 سي اتش 3 بوزيتيف تشارج، بالاضافه للرينج اللي هي جي. هلا بلاحظ انه بنتقل يا اما لميكانيزم اي او ميكانيزم بي. ميكانيزم اي ايش اللي راح يصير؟ هاي الرابطة بين النيتروجين النيتروجين والان او 2، المزدوج الالكتروني اللي بين الان والان بيجي على النيتروجين اللي هي شابكة بالسي اتش 3، فبتصير بهذا المكان اللي هي عبارة عن مزدوج الكتروني بهذا الشكل، وبتطلع الان او 2 على شكل ان او 2 بلس ان او 2 بلس. اوكي، هلا بالميكانيزم 2 بنلاحظ انه تنكسر الرابطة بين الـ N والـ N على شكل هومولتيك كليفج، انشطار متماثل، الكترون بيجي على NO2 فبتطلع NO2 دوت، والكترون بيبقى على النيتروجين فبيبقى على النيتروجين N دوت بلس. بعدين بنلاحظ انه سواء ميكانيزم A ولا B بصير في عندنا نايتريشن على الموقع هاد اورثو بالنسبة للـ N هاي، وجي هيها تحت، فبصير عندي نايتريشن على موقع الاورثو بالنسبة لل مركب، وهي مزدوج الكتروني بلاش ننسى هي موجود بهذا المكان. اذا هلا اي ميكانيزم الصح؟ هل هي الميكانيزم A او الميكانيزم B؟ لحد الان مو عارفين. الميكانيزم الاولى حكينا انه المركب هذا في عندي نيتروجين مزدوج الكتروني عليها سي اتش 3 ان او 2 وجي بالموقع عباره بالاسيد بتهاجم الان الان 2 هاي، الان المزدوج الالكتروني موجود بالان على الاتش بلس فبعطينا رابطه اتش ان او 2 سي اتش 3 وعليها بوزيتيف تشارج والجي على الباره. بعدين في عندي ميكانيزم اي ميكانيزم بي، بنلاحظ انه لو طلعت الان او 2 يعني المزدوج الالكتروني بين الان والان اجى عدل البوزيتيف تشارج فاعطاني هذا المركب، بالاضافه طلعت الان او 2 على شكل ان او 2 بلس، او انه تنكسر الرابطه بين النيتروجين نيتروجين على شكل هومولتيك كليفج انكسار متماثل، الكترون بيجي على ان او 2 الكترون بيروح على الان فبصير عندي دوت اند بلس، وهي الان عليها ان او 2 دوت. بعدين بالجهتين بصير في عندي نايتريشن على موقع اورثو بالنسبه للان اتش سي اتش 3. ميكانيزم اي او ميكانيزم بي اعطتني نفس ايش؟ نفس الميكانيزم، نفس البرودكت قصدي. هلا فروم ذا لاب ايش وجدوا؟ هامت ايكويشن اللي انطبقت على التفاعلات هاي كان لوغاريتم كي على كي نود بتسوي لنا ماينس 3.7 مضروبه في سيجما بلس. بما انه عندي ماينس 3.7 اللي هي ايش؟ رو نيجاتيف سلوب، نيجاتيف رو اللي هي بوزيتيف انترميديت، اذا بدي ادور على اي انترميديت بوزيتيف. هل في الميكانيكيه الاولى في انترميديت بوزيتيف او بالميكانيكيه الثانيه؟ بنلاحظ انه الميكانيكيه الثانيه هي البوزيتيف موجود. اذا ميكانيزم بي ذا كوريكت ميكانيزم، الميكانيكيه الثانيه هي الكوريكت ميكانيزم، نوت ميكانيزم اي. ميكانيزم اي ما بتنطبق عليها هامت ايكويشن، فلذلك اللي حدد لي انه هاي الميكانيزم الصح انه لوغاريتم كي على كي نود بتسوي لنا ماينس 3.7 سيجما بلس، الماينس 3.7 اللي هي رو نيجاتيف سلوب معناته بوزيتيف انترميديت، هي البوزيتيف انترميديت هنا ما في بوزيتيف انترميديت، فلذلك بنحكي ميكانيزم بي ذا كوريكت ميكانيزم نوت ميكانيزم اي. عرفنا انه الميكانيزم هي الميكانيزم بي نوت اي من هامت ايكويشن، فلذلك انا بكون جازم بالداتا اللي طلعت معي من المختبر اللي هي هامت ايكويشن لوغاريتم كي على كي نود بتسوي لنا ماينس 3.7 مضروبه في سيجما بلس، هاي هي المعادله اللي تنطبق على الميكانيزم بي، فلذلك بحكي انه ميكانيزم بي ذا كوريكت ميكانيزم نوت ميكانيزم اي. هلا في بعض مرات انا برسم لوغاريتم كي على كي نود مع سيجما، هاي هي زيرو هان، هاي بلس فاليو نيجاتيف فاليو، بنلاحظ انه طلع عندي مثل هاي الاشاره مثل الفي شيب، بنسمي هذا في شيب.
معنى ذلك انه عندي تو ديفرنت ميكانيزم. اذا طلع عندي لما رسمت لوغاريتم كي على كي نوت ضد سيجما وهي زيرو بوزيتيف فاليو نيجاتيف فاليو طلع الرسم بهذا الشكل معناته عندي تو ديفرنت ميكانيزم. هلا بنلاحظ هذا السلوب نيجاتيف معناته بوزيتيف انترميديت، اذا هاي الميكانيكيه اس ان ميكانيزم وهاي العكس بوزيتيف سلوب نيجاتيف انترميديت اس ان تو ميكانيزم. وهلا مع الامثله راح نشوف ليش هاي طلعت اس ان تو ميكانيزم هاي اس ان 1 ميكانيزم. اذا لما اشوف السلوب بشكل الفي شيب بنسميه بنحكي انه الميكانيكيه هي او يعني اللوغاريتم كي على كي نوت ضد سيجما الرسم، هذا بدليل على انه عندي تو ديفرنت ميكانيزم. هلا راح نشوفهم، واحده منهم كانت اس ان 1 ميكانيزم الثانيه اس ان 2 ميكانيزم. اذا الشيب اللي هو في شيب هو تو ديفرنت ميكانيزم. اوكي هلا لو بدنا نفسر الفيجر اللي هلا كان عارضه اللي هو تو ديفرنت ميكانيزم، لو اخذت هذا الهالايد CH2Cl هذا برايمري هالايد، اوكي بنزل كلورايد، عندي جي في الميتا او البارا ما بتهم، كي 1 سلو، بنلاحظ انه بتنكسر الرابطه بين السي اتش 2 والسي ال فبتكون عندي الكربونيوم ايون هاد اللي هو ستيبل كربونيوم ايون باي ريزونانس، وهي ايش بدي احط هنا بلس سي ال ماينس، اوكي بلس سي ال ماينس. هلا الخطوه اللي وراها كي 2 فاست او اتش ماينس اعطتني ايش البنزل الكحول هذه اللي هو موجوده في الجي بالميتا والباره. في حاله الميكانيزم الثانيه كي 2 سلو بتهاجم الاو اتش بنفس الوقت اللي بتغادر في السي ال، فبنلاحظ انه بتكون عندي ترانزيشن ستيت تبع ايش تاع الاس ان 2 ميكانيزم. وهنا راح استخدم او اتش ماينس، اوكي او اتش ماينس او اتش ماينس بتهاجم الاو اتش بنفس اللحظه اللي بتغادر فيها السي ال. فبنلاحظ هنا كتبنا او اتش ماينس هاجمت عملت بوند هي 1 2 3 4 5 نفس اللحظه انكسرت الرابطه بين الكربون والسي ال 1 2 3 4 5 صارت سي ال ماينس ترانزيشن ستيت الميكانيزم اس ان 2. بعدين كي 2 فاست بتفقد السي ال بالكامل وبتتكون الاو اتش وبعطيني نفس البرودكت. اذا هاي ميكانيزم اي وهي ميكانيزم بي. الميكانيزم الاولى تكون عندي كربونيوم ايون بوزيتيف تشارج معناته بتوقع نيجاتيف سلوب او نيجاتيف رو لانه عندي بوزيتيف تشارج، بهاي عندي نيجاتيف ايش انترميديت معناته بوزيتيف سلوب. فلذلك شفت في الفيجر انه على شكل الفي، الفي كانت مثلا اللي هي بهذا المكان هاي اس ان 1 ميكانيزم وهي اس ان 2 ميكانيزم، هاي تكون فيها كربونيوم ايون وهي تكون فيها ايش ترانزيشن ستيت اللي عليها الشحنات السالبه. نرجع كمان مرة عندي الهالايد كي 1 سلو تنكسر الرابطة بين السي اتش 2 والسي ال بتكون عندي كربونيوم ايون سي ال ماينس، هذا الكربونيوم ايون ستيبل انترميديت لانه ستيبل باي ريزونانس البوزيتيف تشارج رح تيجي على الموقع اورثوهان والاورثوهان والبارهان زائد سي ال ماينس. بعدين الاو اتش ماينس بتهاجم على الكربونيوم ايون كي 2 فاست بعطيني بنزل الكحول بهذا الشكل. هلا الطريق الثاني او الميكانيزم الثاني انه كي 1 كي سلو لو اتش ماينس بتهاجم بنفس اللحظه اللي بتغادر فيها ايش السي ال، فمقدار تكون الرابطه بين الاو اتش والكربون هي نفس مقدار انكسار الرابطه بين الكربون والسي ال. فلذلك لما ارسمها بحط 1 2 3 4 5 نقط والكسر 1 2 3 4 5 نقط، هي ناقص دلتا ناقص دلتا ترانزيشن ستيت بنحطها بين القوسين، هاي بنحكي هاي ميكانيزم اس ان 2 اللي هي الميكانيزم الثانية كي 2 فاست عطتني نفس البرودكت. إذا بنحكي تحول الكلورايد إلى الكحول بيمشي حسب يا الميكانيكية هاي يا الميكانيكية هاي، وبطلع عندي لما أرسم لوغاريتم كي على كي نود مع سيجما الفيجر اللي هو عبارة عن كأنه إشارة سبعة لفوق دلالة أنه عندي تو ديفرنت ميكانيزم. فلذلك التو ديفرنت ميكانيزم هو بالفعل أول ميكانيكية كانت SN1
اللي هي بوزيتيف انترميديت نيجاتيف رو، والميكانيكيه الثانيه اس ان 2 نيجاتيف انترميديت معناته ايش؟ بوزيتيف رو. وبالنهايه تكون عندي نفس الناتج. فهذا تفسير منطقي للي حدث عنا في الميكانيكيه الاولى والميكانيكيه الثانيه لما رسمنا لوغاريتم كي على كي نوت ضد سيجما، طلع الفيجر عندي على شكل 7. لا لا لا، عندي هو اس ان 1 ميكانيزم واس ان 2 ميكانيزم لنفس التفاعل اللي احنا رسمنا. هلا بنحاول نشوف ايش اللي طلع معنا بالضبط في الاس ان 1 ميكانيزم. تكون هذا الانترميديت اللي هو كربونيوم ايون ستيبل باي ريزونانس، بوزيتيف انترميديت هذا هو، نيجاتيف سلوب يعني نيجاتيف رو، وهذا اللي شفناه بالفعل في رسمه الفيجر. اذا اس ان 1 ميكانيزم حكينا انه هذا الكربونيوم ايون يتكون لانه انكسرت الكربون سي ال وطلعت السي ال بالسلو ستيب اللي هي كي 1 كانت سلو، تكون عندي كربونيوم ايون ستيبل باي ريزونانس. هذا بوزيتيف انترميديت هي موجود معناته نيجاتيف سلو وكانت نيجاتيف رو واللي هي شفناها بالفيجر اللي احنا قبل شوي ناقشنا. بحاله ميكانيزم اس ان 2 ميكانيزم تكون عندي هذا الترانزيشن ستيت اللي هو عمليه هجوم الاو اتش ومغادره السي ال، وحكينا انه هجوم الاو اتش بتتكون رابطه ومغادره السي ال بتنكسر رابطه. 5 نقاط 1 2 3 4 5 بين الاو اتش والكربون، و5 نقاط بين الكربون والسي ال، هاي عليها شحنه جزئيه ماينس دلتا وهاي شحنه جزئيه ماينس دلتا. فلذلك ايش حكينا انه هاي نيجاتيف انترميديت لانه هاي نيجاتيف نيجاتيف، بوزيتيف سلوب وبده يكون بوزيتيف رو، بالفعل شفنا في الفيجر بوزيتيف سلوب وبوزيتيف رو. اذا في حاله انه طلع عندي تو ميكانيزم حكينا انه الفيجر تاع التو ديفرنت ميكانيزم لنفس التفاعل بيكون لما ارسم لوغاريتم كي على كي نود ضد سيجما واشوف الفيجر على شكل 7 لفوق يعني 7 معناته في عندي تو ديفرنت ميكانيزم. وحكينا ميكانيكيه اولى كانت عباره عن اس ان 1 ميكانيزم، الميكانيكيه الثانيه اس ان 2 ميكانيزم، وقدرنا نثبت ذلك من الانترميديت اللي طلع بالحاله الاولى والانترميديت والترانزيشن ستيت اللي طلعت بالحاله الثانيه. الانترميديت اللي طلع بالحاله الاولى دلاله انه عندي اس ان 1 ميكانيزم، الترانزيشن ستيت في الحاله الثانيه دلاله انه عندي اس ان 2 ميكانيزم. فلذلك عندي التفاعل اللي بتحول فيه البنزيل كلورايد لبنزيل الكحول بيتم عن طريق تو ديفرنت ميكانيزم، طبعا بوجود الهيدروكسيد لانه الاو اتش بدها تحل مكان السي ال، سواء كانت عن طريق الاس ان 1 ميكانيزم اللي هي بتنكسر الرابطه بين الكربون والسي ال وبتغادر السي ال وبتكون عندي هذا الكربونيوم ايون الستيبل باي ريزونانس، بعدين بتهاجم الاو اتش عليه وبتكون عندي البرودكت اللي هو بنزيل الكحول، او عن طريق انه تنكسر الرابطه بين الكربون والسي ال نفس اللحظه اللي بتتكون الرابطه بين الاو اتش والكربون، وبتكون عليها هاي نيجاتيف دلتا وهاي نيجاتيف دلتا. عندي حلقه بنزين حكينا انه الدراسه راح تكون بالميتا والبارا وليس بالاورثو، تكون رابطه بين الاو اتش والكربون بنفس الدرجه اللي انكسرت الرابطه بين الكربون والسي ال، هاي ماينس دلتا ماينس دلتا، هاي سميناها ترانزيشن ستيت. نيجاتيف انترميديت معناته عندي بوزيتيف سلوب وبوزيتيف رو. اذا بميكانيكيات هامت او بمعادلات هامت اللي درسناها، درسنا مجموعه من معادلات هامت وهلا بنحاول نطبق عليها. كانت اول معادله هامت لوغاريتم كي على كينود بتسوي لنا رو سيجما، هي بحاله لما صار هيدروليسز لايش؟ للكربوكسيليك اسيد اللي موجود بنزويك اسيد بالماء واعطاني الكربوكسيليت زائد الاتش بلس، وكانت هي اول معادله من معادلات هامت. بعدين درسنا معادله هامت اللي هي لوغاريتم كي على كينود بتسوي لنا رو سيجما اي اللي كانت بدراسه ايش؟ اللي هو السيستم اللي فيه اندكتيف فقط. بعدين درسنا اللي هو في حالة الدايركت ريزونانس لما كان عندي فينول تأين بالH2O ل فينوكسي زائد H بلس، وطبقنا عليه لوغاريتم كي على كينود بيسوي لنا رو سيجما ماينس، وحكينا هذا بيكون عبارة عن دايركت ريزونانس. وبعدين أخذنا في حالة إنه عندي كلورايد تيرشال كلورايد وفي عندي حلقة بنزين تأين الكلورايد واعطاني كربونيوم ايون وكان في دايركت ريزونانس مع الحلقه، وحكينا لوغاريتم كي على كي نود بسوي لنا رو سيجما بلس بالدايركت ريزونانس. بعدين درسنا في حاله انه لا
لما يكون في عندي معادلة بين الدايركت والإندايركت والإنترميديات تبع الدايركت هو نيجاتيف، ودرسنا في حالة معادلة برضو دايركت وإندايركت ولما يكون الدايركت هو بوزيتيف. وبعدين أخذنا آخر شيء اللي هي قياس الستيريك إفكت، لما أخذنا لوغاريتم كي على كي نود بتسوي لنا رو ستار سيجما ستار بلس دلتا إي أس، وكانت على حوالي 7 نماذج من نماذج هامت إكويشن. درسنا 7 نماذج من نماذج هامت إكويشن، بعد ذلك انتقلنا للكايناتيك وحكينا إيش بتعني الأوردر وإيش التهاف، وفسرنا لما تكون 0 ولما تكون 1 ولما تكون 2 ولما تكون أكثر من 2، وفسرنا لما تكون ميكسد أوردر، وفسرنا لما تكون فراكشن أوردر، وعرفنا إيش التفسيرات اللي بتطلع من الأوردر، وعرفنا كيف نحسب التهاف وكيف نطلع الأوردر. طلعنا كمان الأكتيفيشن إنرجي وأخذنا قواعد وقانونها ورسمتها، بالإضافة أخذنا إذا بتتذكروا الإنتروبي اللي هو دلتا أس أكتيفيشن بتسوي لنا بوزيتيف فاليو لما يزيد الإنتروبي، أو بتساوي صفر لما الإنتروبي يكون متساوي، أو بتسوي لنا نيجاتيف لما يقل الإنتروبي. بالإضافة لهي أمثلة، بعض أمثلة على نماذج جديدة من هامت إكويشن لما يكون عندي تو ديفرنت ميكانيزم، لما أرسم لوغاريتم كي على كي نود ضد سيجما، ولاحظنا إنه الفيجر تبعها طلع مثل إشارة الفي شيب، فسرنا بانه عندي تو ميكانيزم، ميكانيكيه اس ان 1 ميكانيزم وميكانيكيه اس ان 2 ميكانيزم. ميكانيكيه اس ان 1 ميكانيزم اللي هي عباره عن تكون الكربونيوم ايون ستيبل، كربونيوم ايون بوزيتيف انترميديت نيجاتيف سلوب ونيجاتيف رو. بالاس ان 2 ميكانيزم تكون عندي بارشلي نيجاتيف تشارج على الاو اتش وبارشلي نيجاتيف تشارج على السي ال، فتكون عندي نيجاتيف انترميديت بوزيتيف سلوب وبوزيتيف رو. فلذلك كانت هاي عباره عن لمحة شاملة عن اللي أخذنا من بداية الفصل لهلا، بالإضافة لأخذنا قيمة سيجما ميتا وسيجما بارا وسيجما بارا بلس وسيجما بارا ماينس، وأخذنا سيجما آي وأخذنا الريزونانس لوحده والإندكتيف لوحده. الجدول هذا اللي إحنا بنعتمد عليه بدراسة الاستقرارية والريت للمجموعات الإلكترون ذي درون جروب والمجموعات الإلكترون دونيتين جروب. حكينا بأنه بهذه المادة ما في فصل بين مادة الامتحان الأول والثاني أو الثالث، كل المادة داخلة في الامتحان الأول، الامتحان الثاني، الامتحان الثالث. الامتحان الأول راح يكون الأسبوع القادم بمثل هذا الموعد، وعبارة عن كويز 5 أسئلة بدنا نعطي فيه 10 علامات وعشر دقائق، فلذلك ادرسوا عليه كويس على أساس تحصلوا علامة معقولة بالنسبة لكم. والامتحان الثاني راح يكون عبارة عن 10 أسئلة بعشرين علامة والوقت 20 دقيقة، والامتحان الثالث راح يكون 10 أسئلة بعشرين علامة بعشرين دقيقة. فالصف عندي أعمال الفصل عبارة عن 50 علامة والفاينل عبارة عن 50 علامة. مثل ما حكيت إنه الفاينل راح يكون في الجامعة، سواء ورقي، إذا كان ورقي راح أصوركم كل الجداول اللي بتحتاجوها، وإذا كان إلكتروني في مختبرات الحاسوب راح أزودكم بالجداول المطلوبة وتتوزع عليكم قبل دخولكم للقاعة بفترة بتستخدموها أثناء استخدامكم للكمبيوتر أو استخدامكم للامتحان الورقي. فبطلب من الجميع شد حيل بالنسبة للامتحانات القادمة، سواء الامتحان الأول أو الثاني أو الثالث، بالإضافة للفاينل. هي إحنا تقريبا قربنا نكمل الأسبوع الثالث، يعني 15 محاضرة من هان لبكرة. هلا بالاسبوع الجاي راح يكون عندي محاضره يوم الاحد ومحاضره يوم الاثنين والاختبار يوم الثلاث، فالماده قاعده بتزيد، والاختبار لاخر نقطه بناخذها قبل الامتحان بيوم. يعني مثلا محاضره الاثنين داخله، الثلاث في عندي امتحان، لذلك ما في شيء مستثنى. بدرس كويس، بركز بامتحاني، الماده اللي بدرسها الامتحان الاول داخله في الامتحان الثاني، داخله في الامتحان النهائي، بالاضافه لاي شيء جديد باخده، بالاضافه انه كل هذا داخل في امتحان الفاينل اللي راح ناخذه بالجامعه، سواء كان الكتروني او ورقي. لحد الان ما حددت بالنسبه للفاينل، فبطلب من الجميع تركيز تركيز تركيز. بالاضافه انه الماده سهله، ما بتنحفظ حفظ، تفهمها فهم. فالله يوفق الجميع وجود لك للجميع، وتيك كير، وبتمنى لكم يوم سعيد، وإن شاء الله بنلتقي بالمحاضرة القادمة بنكمل جزء
أو مثال ثاني من الابليكيشن تاعت هامت إكويشن اللي راحين ناخذها كمان بتوسع أكبر. فجود لك للجميع وتيك كير وباي باي وسي يو ليتر.